لما ارتحل عسكر بن سعد عن كربلاء وساروا بالسبايا والرؤوس، مشى نساء من بني أسد إلى المعركة إلى معركة كربلاء، وكانت في حي قريب من الواقع، فرأت جثث أولاد الرسول وأفلاذ الزهراء البتول وجثث أنصارهم تشخب الدماء من جراحاتهم، فتداخل النساء من ذلك تمام العجب، فابتدرن إلى حيهن وقلنا لأزواجهن ما شهدن، ثم قلنا لهم ماذا تعتذرون من رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهم السلام إذا وردتم عليهم، حيث أنكم لم تنصروا أولادهم ولا دافعتم عنهم بضربة سيف ولا بطعنة رمح، وبقيت النسوة يجلنا حولهم ويقولنا لهم إن فاتتكم نصرة تلك العصابة النبوية فقوموا الآن إلى أجسادهم الزكية فواروها، فبادروا إلى مواراة أجساد آل الرسول وادفعوا عنكم بذلك العار. فقالوا إننا نخاف من عبيد الله بن زياد وابن سعد، تصبحنا خيولهم وينهبوننا أو يقتلوا أحدنا. فقال كبيرهم الرأي أن نجعل عينا على طريق الكوفة ونحن نتولى دفنهم. قالوا هذا الرأي السديد، ثم أنهم وضعوا رجلا وأقبلوا إلى جسد الحسين وصار لهم بكاء وعويل، ثم أنهم اجتهدوا على أن يحركوه من مكانه ليشقوا له ضريحا، فلم يقدروا أن يحركوا عضوا من أعضائه الشريفة. فقال أحدهم ما ترون؟ قالوا نجتهد أولا في دفن أهل بيته ونرى رأينا فيه، أي في جسد الحسين عليه السلام فيما بعد. وبينما هم كذلك إذ بفارس طلع عليهم على متن جواده وقد ضيق لثامه، فلما رأوه انكشفوا عن تلك الجثث الزواكي، فأقبل ونزل عن جواده وتوجه نحو جسد الحسين وصار منحنيا كهيئة الراكع حتى أتى ورمى بنفسه على جسد الحسين، فجعل يشمه تارة ويقبله أخرى وقد بل لثامه من دموع عينيه، ثم رفع رأسه ونظر إلى بني أسد وقال ما وقوفكم حول هذه الجثث؟ قالوا أتينا للتفرج عليها. قال ما كان هذا قصدكم؟ فقالوا نعم يا أخ العرب، الآن نطلعك على ما في ضمائرنا، أتينا لندفن جسد الحسين. قال بنو أسد فخط لنا خطا في الأرض وقال احفروها هنا، ففعلنا ووضعنا فيها 17 جثة، ثم خط لنا خطا آخر وقال احفروها هنا، ففعلنا ووضعنا فيها باقي الجثث واستثنى جثة واحدة، فأمرنا أن نشق لها ضريحا مما يلي الرأس الشريف، ففعلنا. وقال لهم أما الحفيرة الأولى ففيها أهل بيت الحسين، وأما الحفيرة الثانية ففيها أصحابه، وأما القبر المنفرد مما يلي الرأس الشريف فهو لحامل راية الحسين حبيب بن مظاهر.
ثم أقبلنا لنعينه على جسد الحسين عليه السلام، وإذا به يقول لنا بخضوع وخشوع: أنا أكفيكم أمره. فقلنا: يا أخ العرب، كيف تكفينا أمره وكلنا اجتهدنا على أن نحرك عضوا من أعضائه فلم نقدر عليه؟ فبكى بكاء شديدا وقال: إن معي من يعينني عليه. ثم جثى على الأرض وبسط كفيه تحت ظهر الحسين الشريف: ولي ويلي حين ظهر على أبوه، والله أعلم بحاله، بداية للكفن والتابوت لف بباريه وشاله، وضع يديه تحت ظهره وقال: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: يا بني أسد، علي بحصيرة. قالوا: ما تصنع بها؟ قال: لأضع عليها أوصال الحسين المقطعة. فناولوه حصيرة جمع عليها أوصال الحسين، ثم أنزله في قبره، ولم يشرك معه أحد من بني أسد. قال بنو أسد: فرأينا قد وضع خده على نحره الشريف وهو يبكي، وسمعناه يقول: طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما الحزن فسرمد، وأما الليل فمسهد، حتى يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت مقيم بها، وعليك مني سلام الله يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم شرج عليه اللبن وأهال عليه التراب، والآن اللي صار بي وما جرى بناس شفته على الثرى بالخيل تمداس، تالي الوكية تنزلتك بلا راس، جسد والراس صارت لب مكانين. وفي رواية يقول زين العابدين عليه السلام: سمعت صوتا عندما كنت أدفن والدي الحسين، سمعت صوتا يخرج من نحر والدي الحسين يقول: بني علي والسد رضيعي على هاي صدري، بويا لطفي الخل على صدري، ويا بريفي جحاط نحري على نحري. قال الراوي: ثم أن زين العابدين وضع إصبعه على القبر وصار يكتب: هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا. قال بنو أسد: ثم التفت إلينا وقال:
انظروا هل بقي أحد؟ فقالوا نعم يا أخ العرب، بقي بطل مطروح حول النهر، كلما حملنا جانبا منه سقط الآخر لكثرة ضرب السيوف والسهام. فقال امضوا بنا إليه، فبضينا، فلما رآه انكب عليه يقبله وهو يقول على الدنيا على الدنيا بعدك العفا يا قمر العشيرة يا قمر بني هاشم يا عمي يا يسرتنا عداوك يسرتنا عداوك لو حلمور واشهر سيفك الفتايك هذا الوايك ما تنعيض تشيل الوايك نايم نايم يا أبو خرزي زينب وجلثوم يا عمي يا يا والله والله يا عمي فطر مرايرنا جسد يم الشريعة يم الشريعة يا يا مذبوح لكن ذبحته والله فجيع حتى من الزنديين كفينا قطيع يا مؤمنين. ثم أمرهم أن يشقوا له ضريحا، قال بنو أسد ففعلنا. ثم أنزله وحده ولم يشرك معه أحدا، ثم أشرج اللبن وأهال عليه التراب، ثم مضى إلى جواده فتبعناه ودرنا عليه نسأله عن نفسه، فعرفهم بالقبور قبرا قبرا، وأمرهم أن يعلموا الناس ويعرفوهم قبر الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين. ثم قال وأما أنا فإمامكم زين العابدين علي بن الحسين. فقلنا له أنت علي؟ فقال نعم. ثم غاب عن أبصارنا. ثم عاد إمامنا زين العابدين عليه السلام إلى الكوفة، فنظرت إليه عمته زينب عليها السلام قائلة عم علي أين كنت والتراب والغبار عليه؟ قال عم زينب كنت أدفن والدي الحسين وهنا تسأله زينب بلسان الحال وكأنه الدفان الذي يدفن الموتى وهي التي تسأله بالله أن اشدك ماي شربت يا دفان والله بخيت قبريل ودفنت حسين عطشان بالله يا دفان نشدك رد علي عطشان أخي لو شرب قطرة مي حين الدفنت كان رشيت البنية بل كم ترد روحا تراه مات لهفان بالله يا حفار القبور وسع بها بقبري وسهم بقلبي من تجرب راض جري من تنزل بهيد
ترى مكسور صدره بالمعركة تلعب عليه الخيل ميدان تقلع الميت يصير على الترب خده والله عادة الميت يصير على الترب خده شلون دفنت ابوك حسين يا عمه وراس ما عنده والله شلون دفنت ابوك حسين وراس ما يا عم بدال راس حسين صار على الترب نحره يا والله بدال راس حسين صار على الترب نحره يا ميت ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك.